للمكسرات ثورا في الحد من أخطار أمراض القلب، حيث تخفض معدل الإصابة بأكثر من النصف للأشخاص الذين يستهلكون المكسرات بانتظام. كما أن إضافة الجوز أو الفول السوداني للغذاء يخفض معدل الكوليسترول الضار وبالتالي معدل الكوليسترول بشكل عام، وذلك خلال شهر من تناوله يوميا بنسب معتدلة. كما أن دهون اللوز تحتوي على نسب جيدة من الفيتامينات المهمة للجسم الدائبة في هذه الدهون مثل فيتامين دي وفيتامين أو، وهذه الفيتامينات تحد من تأكسد بعض المكونات الأساسية في الخلية أي مضادات الأكسدة. ومما لا شك فيه أن مضادات الأكسدة تتصف بأنها مرتبطة بالوقاية من السرطان، حيث أنها تخلص الجسم من المواد المؤكسدة التي قد تضره وتسبب نشاطا لبعض الخلايا السرطانية. لذلك فاستهلاك كمية مناسبة من اللوز بمقدار الكف الواحد 50 غراما تقريبا يوميا يساهم في حماية الإنسان من السرطان. بالمكسرات نسبة جيدة من الألياف الغذائية قد تصل إلى 3% كما في الكاجو والبندق، لذلك فإن لها تأثيرا جيدا على الصحة، لأن الألياف الغذائية ترتبط بالحد من مشاكل القولون وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية. تبين التحاليل الكيميائية للمكسرات احتوائها على البوتاسيوم، والذي يعتبر عنصرا مهما جدا لنشاط العضلات خاصة عضلات القلب، يحميها ويقويها. كما تحتوي على الفوسفور المفيد للمخ والعظام، فالبندق مثلا عنصر غذائي هام لتنشيط العمل الوظيفي للمخ، ويحتوي الجوز على كمية كبيرة من الفوسفور تعادل الكميات الموجودة في الكبد والبيض والسمك، ويساهم اللوز في الحد من الإصابة وارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، وكذلك في الحد من حدوث التشنجات في العضلات. كما يوجد في المكسرات بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم بدرجة جيدة، فاللوز مثلا كل 100 غرام منه تحتوي على أكثر من 250 ميلي غرام من الكالسيوم، وهي نسبة جيدة للمحافظة على سلامة العظام عند البالغين وكبار السن، ومهمة للأطفال والحوامل لأنها تعطيهم كمية مناسبة من هذين العنصرين اللذان يسببان مشاكل عندما ينخفضان في الدم مثل قصر القامة وهشاشة العظام وفقر الدم. لذلك فإدخال كمية مناسبة من المكسرات في غذاء الأطفال والحوامل أمر مطلوب ومفيد للحد من العديد من المشاكل. ويحتوي اللوز على الزنك الذي يعتبر عنصر مهم جدا للنمو وزيادة مناعة الجسم، ويساهم في البلوغ الجنسي في الوقت الطبيعي، فكل 25 حبة تحتوي على 1 ميلي جرام من الزنك، وهذا التركيز جيد للاستفادة من هذا العنصر. وإضافة إلى التأثيرات الوقائية للقلب، فالمكسرات عموما لديها مؤشر لخفض نسبة السكر في الدم، وبناء على ذلك يوصي خبراء التغذية في الكثير من الأحيان بإدخال المكسرات في الوجبات الغذائية المقررة للمرضى الذين يعانون من مشاكل مرض السكري من النوع الثاني. وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.